يفتح سوق القيصريه في مدينه المحرق ابوابه خلال عطله نهايه الاسبوع من الساعه الرابعه وحتى التاسعه مساء حيث يقدم لزواره تجربه ثقافيه فريده تدمج ما بين التسوق في محلات متنوعه والتعرف على تاريخ وحكايه السوق الذي يشكل جزءا هاما من موقع مسار اللؤلؤ. هذا ويعد السوق احد اقدم مناطق سوق المحرق، وقام بدور اساسي في تشكيل اقتصاد اللؤلؤ في البحرين، ويضم خمسه مباني تاريخيه تقع ضمن موقع مسار اللؤلؤ، من بينها محلات ودكاكين سيادي التي تمثل نماذج معماريه للمتاجر الصغيره التي كان يتكون منها معظم السوق.